السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله ما فيديو هادي تلقى خواتاتي والمحبين تاعي والمستمعين تاعي كامله بخير وعلى خير. دائما مع المحاجيات والحكايات والامثال الشعبيه اللي نتونسوا بهم، نحو بهم ضيقه الخاطر ونتعلموا بهم تانيك اشياء من ذاك يخفوا علينا. اليوم الحكايه تاعنا بسيطه جدا، وراهي من وراءها يعني كاين واحد المثل شعبي قديم، كاين اللي يعرفوه كاين يعني الكثير فيكم ما يعرفوش. هذا المثل يقول لك حبيبك يسقط لك وعدوك يلقط لك. وش معناتها حبيبك يسقط لك وعدوك يلقط لك؟ حبيبك يسقط لك وش معناتها يسقط لك؟ معناتها الى ستومبي الحوايج، يعني حوايج درتيهم عن قصد من دون قصد، يدير روحك اللي ما شافهمش يسقطهم يرميهم، هذا حبيبك اللي يحبك. اما عدوك يلقط لك، يبدا غير يماركي كاش غلطه كاش سهوه كاش حاجه درتيها ما انتبهتيش ولا غلطه غلطتيها يماركيها يلقطها. اما الحبيب ديالك يسقط لك، ماك غير ديري حاجه تمشي مليح عن قصد ولا بدون قصد يسقطهم يرميهم من محبته لك. قالك زمان كانت يعني واحد العائله اللي كانت فيها العروسه، اكو على بالك بلي زمان، على بالكم بلي زمان العرايس يسكنوا مع الدار الكبيره والشيخ والعجوزه هما اللي يحكموا، كانوا هما الراعي والباقي كامله راعيه. حتى هذيك العروسه تكبر ودير دراري يحصلها كاش مبنى راجلها منا باش تستقل، هكذا يعني كانوا كامله عايشين يعني نفس المعيشه. اما لا كانت هاد الكنه اللي هي العروسه كانت يعني عندها زوج سلافات اللي هما زوج لوسات، كانت وحده تحبها وحده ما تحبهاش، وحده ضلت تشكر فيها والاخرى ضلت تقطع فيها. واحد النهار يعني العائله كامله كانت معروضه للعرس، راحوا كامله قعدت غير وحده يعني هي اللوسه هذه اللي ما تحبش العروسه، مرت بوعلام بوعلام يا بوعلام. اما لا جاء باباهم الشيخ الكبير، وش بك يا طفله وعلاش ما رحتيش للعرس معاهم؟ لا لا يا بابا ما نروحش، مانيش حابه نروح. ولا ما رحتيش نحي شويه ضيقه الخاطر؟ علاش راكي قاعده هنا وحدك؟ قالت له يا بابا راحت مرت بوعلام ما عندي ما ندير ما نروحش. مرت بوعلام وعلاش وش بينك وما بين مرت بوعلام؟ قالت له يا بابا ما نحبهاش ما نحبهاش يا بابا. قالت له مسمومه وقلبها اسود قلبها كحل. كيفاش هذا يا بنتي قلبها كحل؟ ارواح يا جيل لهنا تشوفي تحكي معايا. خلاص يا بابا خلاص قلت لك ما نحبهاش وخلاص، مسمومه مسمومه يا بابا. كيفاش احكي لي يا طفله؟ قالت له كيفاش يا بابا مع الصباح لو كان ما قولهاش الخير ما تقوليش هي الخير، صباح الخير زعما. وكي تعود تسقي في الماكله تبدا بهم كامله دائما انا التاليه. قالت له وكي نكونوا في المجمع كاع تصرش وكاع تسمع لهم، كي نلحق انا نهدر تقاطعني هكذا مالا. هذا كاع شي في هذا كامل شي في مرت بوعلام خوك. ايه يا بابا ومازال ما حكيتلكش، ومازال كاملة تتبسم في وجههم وانا كي تشوفني تعكس فيا. ايه يا بنتي مليح. قالت له قالها بصحة السمايا عاد وين سمعتهم. ايه يا بابا واش حسبتك انا برك ساكتة وما نحبش نعمر لك راسك. روحي يا بنتي روحي معليش، وادي مرت خوك مرت سيدك كبير يا خي ما ديريش عليها. ايه اهدر معها مسح لها على خاطرها. اما لاتي كي جاو يعني من العرس العشية كاملة عيط لخوتها، أرواح يا طفلة لهنا أرواح يجي. نعم بابا نعم نعم. قالها وش تقولي في مرت خوك بوعلام؟ وش بها مرت خويا؟ هايلة حنينة وش خصها؟ قالها احكي لي كيفاش تتعامل معاك؟ قالت له يا بابا وش نقول لك؟ تتحط على الجرح يبرا. قالت له ظريفة حنينة، وأنا مع الصباح كي تقام لي بهذيك التبسيمة يا بابا ما نقدرش ما نقولهاش الخير معانا الأولى. قالها مالا ماشي هي اللي تقولك صباح الخير الاولى، معليش يا بابا انا ولا هي كيف كيف، انا كي تقابلني برك بهذيك التبسيمه الدنيا وما فيها. قالها وكي تعود تسقي لكم في الماكله مال فات بدا بيك يا بابا؟ والله غير مسكينه كل مره في من تبدا، ماشي دايما انا، علاش وش وليت انايا يا اخي؟ مال فانتوما الكبار تبدا بيكم باك حنا بداله كل مره شكون؟ قالها وكي تكوني تتكلمي معاها كيفاش؟ قالت له يا بابا والله غير تقصر، ساعة أنا نهدر ساعة هي تهدر، ويا بابا شحال ظريفة وشحال قلبها حنين.
ميز ميز مليح وقلع صحة يا بنتي، روحي سيري في حالك. أما لاتيك جا واحد النهار كانوا كيف كيف يشربوا في الآتاي، ناض هذاك يعني الأب الراعي الكبير سيدهم يعني لو بابا، ناض بدا يحكي قاعد يهضر بالمعاني. قالوا شوفوا سبحان الله، الإنسان كي نحبوه دايمًا نلتمسولو الأعذار، والحاجة اللي ماشي مليحة نرجعوها مليحة. وقال لهم هذا المثل الشعبي القديم، يقولك حبيبك يسقطلك وعدوك يلقطلك، ضرب معنى ويهدر ويخزر في بنته. وكانوا ناس زمان الكلام ما كانش يعني ينقال ديريكتومون، كانوا يهدروا بالمعنى والفهم يفهم بالغمزة، يفهموا المعاني. يقول لك اخي قلت لكم بنات الجزائر هدرتهم معنى ومعاير، كانوا مام كيعايروا يعايروا بالمعنى، ما يعايروش يعني بقلة الظرافة وبالكلام البادئ ولا، مي كانوا يضربوا المعنى وبالمثل وهما يضحكوك ولا بالمثل يبكوك. شوفوا يعني كيفاش يعني هاد الأب يعني بالحكمة تاعو كيفاش طلق الميساج لبنته، بليك الإنسان كي نحبوه دائما نشوفوا الحاجة اللي ماشي مليحة، بدات تكون يعني ماشي مليحة عن قصد ولا بدون قصد، بصح نلتمسوا الأعذار. والإنسان كي نعودو ما نحبوش ولا نغيره منه ولا نحسدوه مثلا، نقعدو غير نلقطولو كيش ديفو يعني، ما كل حاجة بسيطة نكبروها نديرولها الجنحين والرجلين واليدين ونفخوها أب ونطلقوها الطير. هادي يا خواتاتي بالنسبة للحكاية تاع اليوم، وانا لبالي بليك يعني ما كاش فيكم لي ما جاسش من هاد يعني من هاد يعني المثل هدايا، كاين ناس بيان سور عشتوا معاهم يبداو يسيبوا لكم في السبه ويبداو يلقاو لكم ماذا بهم لو كان السم يجروه لكم، ومن بعد كي تبداو فو دوموندي وعلاه وعلاش ما تفهموش، قدر يكون من الحسد قدر يكون من غيره، هذا ما كان يعود يكرهك باسكو يغير منك تو سامبلومون. اما الانسان اللي يحبك ما غير تغلطي معاه ولا مثلا ما تكونيش يعني فريمون في المستوى، دائما يلقى لك الاعذار ودائما يعني متسامح معاك ويشوفك دائما جميله ومليحه، وكيما يعني هاد اللوسار اللي كانت يعني تشوف مرت خوها باللي ما كاش ما اطيب منها، الوغ كو هي بتاتر كانت عاديه عندها يعني شويه الفوق شويه لتحت كيما كاع الناس، بصح هي كانت تشوفها اطيب الناس. ربي ان شاء الله يلاقينا مع الناس طيبين والناس اللي تشوفنا يعني باحسن صوره، كما كانت تقول امي الله يرحمها وماني، الله يلاقينا مع اللي خير منا اما بحالنا بزاف. هذه اخواتي بالنسبه للقصه الجميله والقصيره اللي حكيتها لكم اليوم، ونقول لكم يعني حاجه واحده اخرى ولا الحكمه واحده اخرى ولا المثل واحد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.